نبقى في قطاع غزة، حيث ينتقل المهرج الإيطالي ماركو روداري بين المدارس والمستشفيات بملابس المهرج وبأنف أحمر لإضحاك الأطفال وتقديم عروض ترفيهية لهم. ماركو شاب في العقد الثالث من عمره، قرر منذ 10 سنوات أن يسافر إلى الدول التي تعاني من الحروب، واختار غزة بعدما سمع وشاهد ما حل بها من حروب، وهو يحاول التخفيف من الضغوط النفسية التي مر بها السكان. أنا شاطر. ماركو مهرج إيطالي يرسم البهجة على وجوه أطفال غزة. أمامه أيام قليلة وعروض كثيرة في زيارته للقطاع. سافر بحقيبته المليئة بألعاب الخفة والترفيه إلى أكثر من 20 دولة حول العالم تعاني من آثار الحروب والصراعات الداخلية. في غزة لديه مهمة جديدة أيضا لمساعدة أطفال المدارس. اسمي ماركو وأنا مهرج، أتيت إلى غزة من أجل تقديم العروض للأطفال في المدارس والمستشفيات وفي الشوارع العامة، وأذهب إلى أي مكان لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال، هذا هو عملي. على الرغم من بساطته يدرك ماركو أهمية ما يقوم به. تفاعل الأطفال وضحكاتهم المستمرة يعطيانه انطباعا عاما عن صعوبة ما مروا به خلال السنوات الماضية وخطورته على نموهم الجسدي والنفسي. أذهب لهذه الدول التي مرت بأوقات صعبة والأطفال فيها لا يستطيعون الابتسامة، ومنها غزة، فقبل سنوات لم يكن هناك مهرجون، أما اليوم أرى عددا منهم، ولهذا أنا سعيد. الحروب والحصار الإسرائيلي وحالات الفقر الشديد عوامل أثرت على سلوك الأطفال ونمط حياتهم اليومي. الطلاب عندهم كبت، هذا الكبت ممكن يفرغوه في سلوك عدواني، ممكن الطلاب يعانوا من اللي هو حالات انطواء وحالات خجل، هذا كله نتيجة اللي هو الظروف الاجتماعية والنفسية اللي بيعيشوها. وفق منظمات إنسانية دولية فإن أكثر من 80% من السكان المحليين يعانون من اضطرابات نفسية متفاوتة. تعتمد هذه العروض على فكرة العلاج بالترفيه، وقطاع غزة الذي يعاني من صدمات نفسية متعاقبة جراء الحروب الإسرائيلية والحصار بحاجة إلى هذا النوع من العلاج. صالح نطور، العربي